أكيد. مرات بنمشي لأماكن كذا بتلفتنا وبنشوف جماليات المختلفة، بتكون باقية في أذهاننا بصور المختلفة، لكن برضو ممكن ننشر الصور دي المختلفة من خلال تقريرنا الجاي حديث عن الساقية. على طبيعتها حبلى بتفاصيل الروعة والجمال، حيث النيل والجروف الساحرة. كان الناس على سجيتهم طيبون، يزرعون الأرض خيرا وعافية في ذلك الزمان الأخضر. وفي مرحلة ما بعد الشادوف برزت السواقي كواحدة من مقومات الحياة الزراعية، والتي كانت توصف بأنها على أيامها تؤتي النعمة والبركة إنتاجا يكفي الحاجة ويسد رمق الكادحين جيلا بعد جيل. وبالرغم من أنها أصبحت اليوم مجرد ذكريات تلفها الذاكرة بشيء من الحنين، إلا أنها لعبت أدوارا رفيعة المستوى في أن تكون بداية لتقنية التروس التي استفاد منها العالم في مجالات الحياة المختلفة، علاوة على أنها كانت محور اهتمام الناس يحيطونها بالرعاية والحب. كانت هنالك صيغ مستوحاة من طبيعة العمل على الساقية وكيفية التعامل معها كآلة تأخذ كثيرا من الوقت والجهد في سبيل أن تدور حول نفسها بنظام محكم. لذا كان توزيع الأدوار والمهام من الأهمية بمكان، خاصة وأن المكان من حولها كان يعج بالحياة والأمل والتفاصيل. الأجيال التي تعاقبت على التعامل مع الساقية بشكل مباشر، خاصة جيل الوسط فيما يتعلق بحركتها وأنينها الدائم، يرى أن هذه الآلة ما كان ينبغي أن تندثر بهذه الكيفية دون ما إعادة لها كجزء أصيل من التراث والتاريخ. وعلى الرغم من أن تقلبات الظروف والمراحل لم تبق شيئا منها سوى عرضها كنوع من التراث يحيون بها ذكرى الآباء والأجداد، كلما سنحت فرصة للتباهي بجميل ما قدموه للبشرية من ابتكار ظل موضع تقدير وإعجاب، لتظل الأجيال الحالية تتغنى بها وتمني النفس بأن يعاود بريق الماضي لمعان الأصالة والحضارة. كريدة وكولي جنجي وبشي، كريدة وكولي جنجي وبشي، قرة ودسة كتة وفوجة. كريدة وكولي جنجي وبشي.